سلامة. يقول الشيخ هذا الحديث أو هذا الأثر كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم، حديث قاعدة من قواعد الإسلام. القرض مراد به القرض الحسن الذي يقصد به التقرب إلى الله وقضاء حاجة المسلم ثم يرده إلى المقرض من غير أن يأخذ عليه فائدة أو منفعة. إن أخذ عليه فائدة أو منفعة فذلك ربا، حكم الربا. نعم.